نعم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تبين مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله. مدى حاجة إيش؟ حاجة المجتمع الإسلامي. نعم. للجهاد في سبيل الله. هذه الحاجة بين الله عز وجل في كتابه، فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالناس في حاجة إلى قتال الكفار الآن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولكن هل يجب القتال أو هل يجوز القتال مع عدم الاستعداد له؟ الجواب: لا، لا يجب، بل ولا يجوز أن نقاتل ونحن غير المستعدين له. والدليل لهذا أن الله عز وجل لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين، وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين. كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية، حتى قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في دينه؟ فظن أن هذا خذلان، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما في شك أنه أفقه من عمر، وأن الله تعالى أذن له في ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصر. شوف الثقة الكاملة في هذا الحالة الضنكة حرجة، يؤمل هذا الأمر، يقول: لست عاصيه وهو إيش؟ وهو ناصر، سيكون نصر لي، وإن كان ظاهر الصلح أنه خذلان للمشركين، خذلان للمسلمين. وهذا يدلنا إخواني على مسألة مهمة، وهي قوة ثقة المؤمن بربه، قوة ثقة المؤمن بربه. فهذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحال الحرجة يقول هو إيش؟ ناصر. وفي قصة موسى لما لحقه فرعون وجنوده وكان أمامهم البحر وخلفهم فرعون وجنوده، ماذا قال أصحابه؟ قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، ما يمكن ندرك، إن معي ربي سيهدين، سيهدين لشيء يكون فيه الإنقاذ. وحصل الإنقاذ، وحصل هذا فرعون وقومه. فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافع في الواقع. يعني جهاد المهاجمة ما في شك أنه الآن مهم، ممكن حتى يأتي الله عز وجل بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم عسكريا. أما ونحن على هذا الوضع فهذا لا يمكن أن نجاهد. ولذلك انظر إلى إخواننا في جمهورية البوسنة والهرسك، ماذا يفعلون النصارى؟ يمزقونهم أشلاء وينتهكون حرماتهم، وقيل لنا إنهم يذبحون الطفل أمام أمه ويجبرونها على أن تشرب من دمه، نعوذ بالله، شيء لا يتصور الإنسان أن يقع. ومع ذلك فإن الأمم النصرانية تتماطى وتتماهل وتعد وتخلف، والأمة الإسلامية ليس فيها إلا التنديد القولي دون الفعل، وإلا فلو أن الأمة الإسلامية فعلت شيئا بسيطا مما تقدر عليه لأثر ذلك. لكن مع الأسف أننا نقف وكأننا متفرجين، بل وكأننا متفرجون، لا سيما بعض ولاة الأمور في الأمة الإسلامية. الشعوب معها شعور، معها حركة قلبية، لكن لا يكفي هذا. والله الإنسان كلما ذكر
إخوانه هناك، وأن الواحد منهم يعز عليه أن يشرب من المجاري الخبيثة القذرة، يعني ما يحصل هذا، إنه لا يكون الماء العذب البارد مرا حارا في فمه. لكن ماذا نعمل؟ نشكو إلى الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد في الأمة الإسلامية حتى نقاتل أعداءنا وأعداء الله لتكون كلمة الله العليا. فالآن الخلاصة في الجواب أن الجهاد واجب إلى إيش؟ حتى لا تكون فتنة، يعني صد عن سبيل الله، ولا يستطيع أعداء المسلمين أن يدعوا لدينه، ويكون الدين كله لله. ولكن هذا بشرط أن يكون عندنا قدرة. لا، ما عندنا قدرة حتى ولا قدرة دفاعية مع الأسلحة، فكيف بقدرة المهاجم؟ لما كان المسلمون على الحق ويعتمدون على رب العزة والجلال ويمسكون المصحف يد والرمح يد ويقدمون المصحف على الرمح، ماذا كان؟ فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وبدأ الناس يأتون إليهم من كل جانب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أو أفرادا، أفواجا بدأ الناس يقبلون على الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة يا أخوان. الإسلام لو عرض للناس وصور للناس نظريا وتطبيقيا ما أراد سواه. لكن مع الأسف المسلمين اليوم أكثر الناس همهم وش عندك من ريالات، وشلون قصرك وبيتك، وشلون سيارتك، هذا أكثر الناس مع الأسف. ولهذا تجد الغش في المعاملات والكذب والخداع والمكر كل شيء، لأن الناس شغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. نحن خلقنا للعبادة، وخلق لنا ما في الأرض جميعا، فشغلنا بما خلق لنا عن ما خلقنا له. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يبدل الحال بخير.